ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، والبداية من صحيفة نداء الوطن بعبدة في قمة التفاؤل ومقاطي يا خبر بفلوس. في دوامة العهد المعهودة تواصل عملية التأليف دورانها العقيم في طاحونة الحصص والمقايضات الوزارية تحصيلا لمطامع ومطامح سياسية ورئاسية تتلطى خلف ستار تحصيل حقوق المسيحيين. وعلى هذا المنوال يستمر مسلسل لعيون صهر الجنرال في اشترار وقائع التعطيل نفسها منذ أيام الرابية إلى بعبدة بصور ومشاهد متعددة، لكنها جميعها تدور حول وطولة مركزية وحيدة لجبران باسيل. وبانتظار ما ستفضي إليه مفاوضات السهرين لرسم خريطة الحصص في التشكيلة الوزارية العتيدة، واصلت دوائر قصر بعبدة إطلاق القنابل الدخانية في الفضاء الإعلامي تطبيلا وتهليلا بقرب ولادة الحكومة، في حين بدا على الضفة المقابلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي آخر من يعلم بهذه الأجواء التفاؤلية، واكتفت أوساطه تعليقا عليها بالقول: يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش. وأوضحت المصادر أن المشاور تكثفت ليلا بين الصهرين جبران باسيل ومصطفى الصلح لإنهاء عملية جوجلة الأسماء المتبادلة بين عون وميقاتي، وفي حال انتهت هذه العملية إلى توافق بتكون خلصت فيصار إلى الإعلان عن ولادة الحكومة خلال ساعات. أما إذا تعثرت المفاوضات فيكون أحدهم قد سحب أرنبا جديدا للتعطيل كما درجة العادة، مع تلميح عولي إلى اتهام الرئيس نبيه بري بالوقوف خلف عرقلة الاتفاق بين عون وميقاتي. والآن إلى صحيفة الأخبار، وفيها الحكومة اليوم: إلا إذا صدقت المعلومات المتداولة ولم يتراجع الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتفاق المعقود على التشكيلة شبه النهائية، فإنه سيزور قصر بعبدة اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر على تواصل مع بعبدة تبدو أكثر تفاؤلا تركز على أن الاسمين السني لوزارة الاقتصاد والكاثوليكي الثاني لوزارة الشباب والرياضة بقيا قيد البحث للخروج باسم توافقي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، على أن تعلن التشكيلة اليوم إذا انتهى الاتفاق. في المقابل، وإن حافظت مصادر مقربة من ميقاتي على النفس التفاؤلي، إلا أنها لم تستبعد أن يستمر النقاش حتى اليوم على أن يزور الرئيس المكلف بعبدة بين اليوم والغد. وعند السادسة من مساء أمس كان ميقاتي يجيب على سؤال الأخبار بأن الحكومة لم تبصر النور في غضون ساعات، وفيما تردد أن الاتصالات أشارت إلى اتفاق أولي على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد، رفضت مصادر معنية مباشرة تأليف تأكيد أي اسم أو نفيه، مشيرة إلى أن الأسماء لا تزال قيد الدرس. والآن إلى صحيفة الجمهورية، وفيها مقال وطبعا ضمن إطار الحكوميات: التأليف في المدار الإيجابي وحديث عن فكفكة عقد الحقائب العالقة. قالت مصادر مطلعة أن اتفاقا تم على تسمية الوزيرين المسيحيين بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والفرنسيين، وقد وقع الاختيار على جورج كلاس كاثوليكي مرشح لتولي وزارة الإعلام، وتوني سرياني أقليات لوزارة المهجرين. وحصلت جوجلة جديدة استدعت تبديلا طفيفا بالحقائب. أما وزارة الاقتصاد التي كانت العقدة الأم في التفاوض الأخير فقد تم الاتفاق نهائيا على إسنادها إلى سني يسميه الرئيس ميقاتي بموافقة رئيس الجمهورية، وقد تم التداول بثلاثة أسماء هي جمال كبي وأمين سلام واسم ثالث من آل علاء الدين. كما تم الاتفاق نهائيا على إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاسم الكاثوليكي الذي اختاره رئيس الجمهورية. وفي رواية ثانية قالت مصادر بعبدة للجمهورية أن التواصل مستمر مع الرئيس المكلف عبر السهرين، وأن لوائح بأسماء جديدة تم تبادلها عبر قناة باسيل الصلح في الساعات الأخيرة. وفي المقابل رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء السنية التي طرحها ميقاتي بحجة قربها من نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن بينها النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعصيري الذي رفض اسمه قبل يومين. وقد طرحت سلة جديدة من الأسماء لم تزد عن الثلاثة حتى ليل أمس وسط تكتم عليها. والآن إلى صحيفة النهار، وفيها معلومات تفيد بأن تسوية حصلت باختيار اسم سني لوزارة الاقتصاد وهو جميل كبي، ولكن قبل أن يتأكد الجميع من عدم وجود ثلث معطل لا ضمني ولا علني، فلن تكون هناك حكومة.
وتحدثت المعلومات عن تبادل حصل بين الرئيس المكلف والنائب جبران باسيل الذي يتولى مباشرة التفاوض باسم العهد وتياره في توزيع اسمين لوزيرين، بحيث يكون وزير سني من حصة العهد وتياره ووزير مسيحي من حصة ميقاتي. كما جرى الحديث عن إقناع حزب الله لباسيل بأن تصوت كتلة لبنان القوي للثقة بالحكومة الجديدة، وتردد أنه إلى جانب اسم جمال كبي للاقتصاد طرح اسمان للوزيرين المسيحيين المختلف عليهما، هما أنطوان سرياني لحقيبة المهجرين والعميد السابق لكلية الإعلام جورج كلاس لحقيبة الإعلام، على أن يتولى جورج قرداحي حقيبة السياحة. أما حقيبة الشؤون الاجتماعية فاتفق على إسنادها إلى القاضي رفول البستاني، وعلم أن وزارة العدل طرح لها اسم القاضي سامي صادر. والآن إلى صحيفة اللواء التي نشرت تشكيلة حكومية ليلا رست المسودة الرئيسية للحكومة على الأسماء التالية: المسلمون السنة نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، بسام المولى للداخلية، أمين سلام للاقتصاد، فراس الأبيض الصحة، ناصر ياسين بيئة. أما للأسماء الشيعية: يوسف خليل مالية، محمد مرتضى ثقافة، علي حمية أشغال، عباس الحاج حسن زراعة، مصطفى بيرم العمل، الدروز عباس حلبي التربية، عصام شرف الدين للمهجرين. أما المسيحيون 12 وزير: موارنة عبد الله أبو حبيب للخارجية ويعود صباح اليوم إلى بيروت، أنري خوري للعدل، جورج قرداحي إعلام، وقيل بأنه تعرض لاعتراض من فريق رئيس الجمهورية، وليد قرم للاتصالات، رفول البستاني للشؤون الاجتماعية. أما الأرثوذكس سعادي الشامي نائب رئيس حكومة، العميد المتقاعد موريس سلم للدفاع سليم للدفاع، ووليد فياض للطاقة. أما الكاثوليك جورج كلاس للسياحة، نجلة أرياش تنمية إدارية، ووزير عن الأرمن وآخر عن الأقليات. وللوقوف عند هذه التشكيلة الحكومية التي نشرتها صحيفة اللواء ينضم إلينا مباشرة رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام. صباح الخير. أهلا، صباح النور. يعني نشرت هذه التشكيلة الوزارية، هل هي حسب معلوماتكم ومعطياتكم ومواكبتكم لآخر ساعتين من الأجواء التفاؤلية والإيجابية لتأليف الحكومة، هل هذه التشكيلة تعتبر شبه نهائية؟ يعني بالواقع يعني ما نشرناه اليوم من هذه التشكيلة هو نتيجة تقاطعات معلومات من أكثر من مصدر، يعني سواء من جهة الرئيس المكلف أو من جهة فريق الرئيس الجمهورية، وكان هناك يعني حرص على تقاطع المعلومات حتى تكون هذه التشكيلة هي الأقرب إلى الواقع، ويبدو أنها هي الأقرب إلى الواقع. قد إذا يحصل بعض التعديلات ضمن الأسماء وضمن بعض الحقائب فقط، وليس هناك تغييرات كبيرة فيما لو أثمر اللقاء اليوم بين الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف على تكريس هذا الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين النائب جبران باسيل والقنصل مصطفى صلح. نعم. طب يعني كل الصحف كانت اليوم عم بتقول او عم تحكي عن انه الاسم من المفترض يلي تم الاتفاق عليه هو جمال كبي لوزاره الاقتصاد، ولكن انتم حاطين بالتشكيله يلي ناشرينها بصحيفه اللواء بانه امين سلام للاقتصاد، وقبل دقائق قليله اشارت مصادر صحفيه بانه يبدو بانه الاتجاه تم وحول هذا الاسم لوزاره الاقتصاد. هل وصلتكم المعلومات من ليل أمس حول هذا الاسم؟ بالواقع كان النائب جبران باسيل هو الذي رشح الدكتور جمال كبي لهذا المنصب، ولكن الرئيس المكلف كان يفضل أمين سلام، يعني ويبدو نتيجة مفاوضات بين مصطفى الصلح والنائب باسيل توصلوا إلى الاتفاق على اسم أمين سلام بشكل مبدئي. لا أدري إذا كان هذا الاتفاق المبدئي سيتعرض لأي تغيير خلال لقاء الرئيسين عون وميقاتي هذا اليوم. هل العقد المتبقية ومنها مسألة إعطاء الثقة لهذه الحكومة من قبل يعني تكتل لبنان القوي، هل هذا الأمر حسم؟
هذه النقطة ما زالت عالقة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ولكن يبدو أن في طريق التزليل، لأنه يبدو أن التفاوض الذي يحصل بين الصلح وباسيل يزلل كثير من العقبات نظرا للعلاقة الشخصية القديمة التي تربطهما مع بعض والتفاهمات التي ممكن أن يتوصلا لها بعيدا عن التعقيدات السياسية والحساسيات السياسية المعهودة في العلاقات بين الأطراف السياسية. أنا أعتقد أن هذه العقدة في الطريق إلى التزليل، والرئيس المكلف لن يقبل بحصة كبيرة لرئيس الجمهورية دون المنح الثقة من قبل كتلة التيار الوطني الحر. وهذا أمر منطقي، يعني مش منطق أنه رئيس الجمهورية يكون في عنده طبيعي هذه الحصة الكبيرة، 8 وزراء، ويمكن ما في رئيس جمهورية من بعد أقله الطائف عنده هذه الحصة الكبيرة له بالحكومة. وأيضا كمان وواضح بأنه لم يعد خافيا بأنه النائب جبران باسيل صهر العهد بأنه داخل على خط تشكيل الحكومة مع صهر الميقاتي، فأنه من منطق بأنه يكون داخل على الأسماء وأخذ هذه الكمية من الحقائب وبالتالي لا يعطي الثقة. يعني هذا أمر يعني لا يجوز أن يكون مطروح بعد الآن. هذا الواقع، يعني كل هذه الاعتبارات اللي عم تتفضل فيها أنه لم يعد جائزا أن يكون في تفكير أو تردد بأن الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان والمحسوبة على رئيس الجمهورية لا تمنح هذه الحكومة الثقة، وإلا هي حكومة من ستكون إذا لم تكن حكومة آخر حكومات العهد التي ستحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولو متأخرة بعد شيء، يعني بعد سنة وشهرين تقريبا على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب. نعم. طيب هذه الاسماء يلي استعرضناها ويلي نشرتوها اليوم بصحيفه اليوم، واللي كمان يعني في اسماء اخرى كانت موجوده بالصحف، من خلال نظرتك لها، هل هذه حكومه قادره على انتشال البلد من الوضع السيء اللي هو فيه؟ شوف بالواقع يعني هذه الحكومه وغيرها اذا لم يكن هناك تعاون من كل الاطراف السياسيه وخاصه في مواقع المسؤوليه للخروج من هذا النفق المظلم، اي حكومه لو حكومه ملائكه لم تستطيع ان تعمل شيئا في انقاذ البلد. المهم هو ان التوافق الوطني بين كل الاطراف السياسيه على مرحله انتقاليه مؤقته هدفها الخروج من هذا النفق المظلم والوصول للبلد الى شاطئ الامان المؤقت ووقف الانحدار والتدهور والانهيارات التي نعيشها يوميا، يعني وهذا شيء اساسي بالنسبه لاي حكومه يمكن ان تؤلف في هذه المرحله بالذات. يعني هل تعتقد بانه فعلا لا يوجد ثلث معطل او ثلث ضامن لفريق رئيس الجمهوريه؟ يعني هل يعقل ان النائب جبران باسيل افرج او وافق اليوم على هذه الاسماء وبالتالي تم تسهيل الامر من دون ان يكون هناك اي اسم بين هذه الاسماء هو بطريقه مقنعه ممكن بأنه يشكل ثلث ضامن لفريق العهد؟ طبعا ممكن يكون بعلم الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن يغض النظر عن هذا الموضوع بهدف تشكيل الحكومة وبهدف بأنه يكون هو رئيس حكومة، يصير رئيس حكومة فعلي. هل فعلا يجب أن نصدق بأنه اليوم تولد الحكومة بعد كل الأشهر من التعطيل من دون وجود ثلث ضامن ومن دون ما يكون في اسم من هذه الأسماء ممكن يكون بيتم تمريره من دون ما حدا يعرف؟ أنا أعتقد أن حسابات الثلث المعطل والنصف الضامن تجاوزها الزمن وتجاوزتها تطورات الأزمة المصرية التي يعيشها لبنان اليوم. إذا النائب جبران باسيل أو فريقه أو أي فريق آخر يفكر أن يستعمل السلسلة المعطلة لتعطيل عمل هذه الحكومة الإنقاذية الإصلاحية التي ينتظرها كل العالم اليوم لمساعدة لبنان، هذا يعني أنه يمارس انتحارا سياسيا ليس على مستوى الحزب أو الفئة السياسية التي ينتمي إليها ولكن على المستوى الوطني كله. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التطلع إلى الأمام والترك خلافاتنا وصراعاتنا
التقليدية خلفنا حتى نستطيع أن ننقذ البلد مما يتخبط فيه من أزمات. لا ننسى أنه نحن اليوم على عتبة رفع السهم عن المحروقات وما يستدعي ذلك من غلاء للمعيشة وما يستدعي ذلك. وعصيرة هذا الموضوع، هل يناسب الرئيس نجيب ميقاتي بأنه يؤلف الحكومة قبل الرفع الكامل عن رفع الدعم الكامل عن المحروقات، وبالتالي مش يناسبه بأنه أن يأتي بحكومة بعد ما يكون رفع الدعم بعد أيام قليلة جدا؟ رفع الدعم لم يعد خيارا، رفع الدعم أصبح أمرا واقعا مفروض على أي حكومة ممكن أن تأتي أو على أي رئيس حكومة أو على أي رئيس جمهورية. لا يمكن لبنان أن يستمر في حالة الإفلاس أن يقدم مثل هذا الدعم للمحروقات التي يذهب معظمها إلى الخارج أو التي يستفيد منها المافيا السوق السوداء يعني. وبالتالي لابد من خطوة إلى الأمام بالنسبة لهذا الموضوع. السؤال الأخير، ماذا تغير بين البارحة وبين اليوم؟ يعني التسوية اللي صارت ما بين النائب جبران باسيل ونادر الحريري وأدت إلى التسوية الرئاسية اللي هن اشتغلوا لها، فينا نقول كمان الصهرين بمكان آخر، واليوم كمان بين جبران باسيل وبين صهر ميقاتي الصلح، شو اللي تغير بالمشهد من 4 سنين اليوم؟ كمان نفس اللي صار، الصورة عم يتدخلوا بتسويات تضمن مصالحهم كرمال تتألف الحكومات. بالواقع هناك ضغوطات كبيرة خارجية يعني، خاصة من جهة فرنسا بالذات والدول الأوروبية، وحتى صار لسنة هذه الضغوطات أكثر من عقوبات أمريكية على النائب جبران باسيل. صحيح، ولكن هذه الضغوطات مستمرة وتقترن بنوع من الانذارات يعني نهائية، إذا لن تبادروا فأنتم تتحملوا مسؤولية ما ستؤول إليه إلى الأوضاع. أضف إلى ذلك أن كما قلت سابقا أن العلاقة الشخصية بين جبران باسيل ومصطفى الصدر وطريقة التفاهم فيما بينهما يعني ساهمت إلى حد كبير في كسر الجريد الحوار الذي كان يجري سابقا بين الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لأنه يبدو أن مستوى العلاقة الشخصية بين الرجلين تعود إلى عهد مضى يعني، وبالتالي في خلفية تفاهمات سابقة بين الرجلين ساهمت إلى حد بعيد بتسجيل بقية عقبات التي كانت تعترض الولادة الحكومية وخاصة بالنسبة لمركز وزارة الاقتصاد. نعم. أستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، شكرا لك ولانضمامك لنا للحديث عن آخر المستجدات والمعطيات الحكومية.